أهلا بكم. قالت مصادر للتلفزيون العربي في مدينة عدن جنوب اليمن إن حصيلة قصف مسلحي الحوثي وصالة على الأحياء السكنية في منطقة دار ساعد شمال المدينة ارتفعت إلى 40 قتيلا وأكثر من 100 جريح خلال اليومين الماضيين. وأضافت المصادر أن القصف ما يزال مستمرا على تلك الأحياء رغم التقدم الذي أحرزته المقاومة الجنوبية في جبهات المدينة الأخرى. وصرح مصدر طبي في المدينة أن أكثر من 100 شخص آخرين أصيبوا في القصف الذي تعرضت له ضاحية دار سعد شمال مدينة عدن.